طالبت أحزاب ومنظمات مدنية وأبناء الجالية السودانية الروسية الاتحادية بالضغط لإيقاف الحرب العدوانية التي تقودها السعودية على اليمن منذ نهاية مارس الماضي ورفع حصارها الجائر. موقف جديد لروسيا الاتحادية في كسر حصار الشعب اليمني من قبل العدوان السعودي، فكان لمبادرة روسيا الإنسانية في إرسال شحنة من الأدوية خلقت ارتياحا واسعا في أوساط الشعب اليمني الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في صنعاء للتعبير عن الشكر للصديقة روسيا الاتحادية التي ينتظر منها الشعب اليمني المزيد من المساهمات في رفع الحصار وإيقاف العدوان المتغطرس. نحن اليوم طالبناهم بكسر الحصار البري والبحري بالإغاثات والجوي بجميع أنواع كسر الحصار، واليوم الجميع يستمع إلى استجابة وزارة الخارجية بنفس وزير الخارجية اتصل قبل قليل ويبلغ الشعب اليمني والواقفين والحاضرين اليوم شكرهم لوقفتهم أمام سفارة روسيا، وروسيا أيضا بإذن الله ستقف مع هذا الشعب اليمني العظيم. كُسفت المدارس والمستشفيات والجسور والمعاهد الفنية وكل شيء جميل دمروا في هذا البلاد، لذا نطلب من أحرار العالم أن يتدخلوا لحل الرفع الظلم على هذه البلاد على البلاد، ونطالب من أحرار العالم أن يخرجوا إلى الميادين ويقفوا إلى جانب الشعب اليمني المظلوم. إيقاف بث قناة الميادين من قمر عربسات أدى إلى استنكار واسع حول ممارسات العدوان التي تجسد انهزامه وانكساره في إيقاف بث عدد من القنوات التي تفضح جرائم العدوان. نحن نتكلم عن إدخال فك الحصار عن الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها الدواء والغذاء، فإلى حد الآن هناك إشكالية كبيرة تتعرض لها المستشفيات، فقد وجهت وزارة الصحة نداء قبل شهر تقريبا لدول العالم بأن تفك الحصار على الأغذية على الأدوية، فهناك نقص كبير في الأدوية. الهلال الأحمر اليمني ومنظمات مدنية هي الأخرى من طالبت المجتمع الدولي فك الحصار عن الشعب اليمني من قبل آل سعود والسماح بدخول الأدوية، كون كثير من المستشفيات أصبحت على وشك توقف عملها نتيجة نفاد الأدوية ومحدودية الخدمات الطبية بسبب حصار هذا العدوان الغاشم. حقيقة أن إسكات صوت الميادين هو نوع من السقوط الأخلاقي، لأن التعدي على الإعلام والرأي الرأي الصحيح ونقل الحقيقة هو الذي يخوف دول العدوان أو الدول المتجبرة من قول كلمة الحق ضد الشعوب، لأن قناة الميادين هي أصدرت يعني كانت بمثابة الصرخة القوية للشعب اليمني. الجالية السودانية كان لها تواجدها في التعبير عن أسفها لما قامت به قيادة جمهورية السودان في الزج بمرتزقتها في المشاركة في العدوان على اليمنيين. تستمر المواقف الشعبية والرسمية برفع الحصار عن الشعب اليمني وإيقاف الحرب التي تقودها السعودية هنا أمام السفارة الروسية في صنعاء، تنظم وقفة احتجاجية لمطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه الحرب العدوانية. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء. وفي ذمار